الله تبارك الرحمن. وادي الذيبية ماشي ما شاء الله قاطع الطريق منه. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صيد الناس ما شاء الله. تاريخ اليوم الجمعة، تاريخ 4 ديسمبر 2020. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صيد الناس ما شاء الله. هذا الوادي الأخضر غرب شمال حفر الباطن من عند هجرة النايفية من أمطار اليوم الموافق 4 ديسمبر 2020 يوم الجمعة. الذيبية غرب حفر الباطن يوم الجمعة 19/4/1442. الشوارع تحولت إلى أودية ما شاء الله تبارك الرحمن. أن يمحق الله البركة مما في أيدي الناس. اليوم 19/4، لكن والله أني متحسفن على رعي هالجوبة، حتى والله لو أني بالدفاع المدني والله لا طقكم كل واحد مخارفة طزعان على أساس معي جيب وجيب معك جيب، هذا أنت كليت تبن، هذا خش مبلمة يا مال البعر أنت وجيبك. تعينوا على الجو هذه ما يعرف لا جيب ولا يعرف ايه، زور بس شوف راح الجيب هيا يطلع. حلوة اعلات والله الدفاع المدني الخلف. شوف هذه بحر، هذه سفينة تغرس ما هو عاد جيب لك ما تقوم. جمعة 4/12/2020 19/4/1442. خبرة سماح طولها الله أعلم 3 كيلو وزيادة. ما شاء الله هذه سيولة الكلت حفر الباطن، اللهم لك الحمد. طريق الشمال ما شاء الله، الدنيا كلها بحر والسيول ما شاء الله. اللهم لك الحمد. الجمعة 19/4/1442. اللهم لك الحمد ان شاء الله. ما زالت الامطار تهطل، اللهم لك الحمد. تصوير من المدليمي من قلب الحدث.